من وجهة نظرك افضل لاعب سعودي؟ سالم الدوسري. افضل لاعب اجنبي بالدوري السعودي؟ بروزوفيتش اعتقد. افضل لاعب مصري في تاريخ الدوري السعودي؟ اعتقد احمد حجازي. لاعب مصري تمنيت انضمامه للدوري السعودي؟ محمد الشناوي. النادي المصري الاكثر شعبيه في الدوري السعودي؟ النادي الاهلي المصري. تحديدا ليه؟ لانه او قياسا خلينا نتكلم السوبر الافريقي الموجود كان في مدينه الملك عبد الله في الطائف، جمهور النادي الاهلي طبعا انا كنت حاضر كواليس العمل لرابطه النادي الاهلي المصري في جده تحديدا. انطلقت باصات من جده، من الرياض، من القصيم، من المدينه المنوره، من مكه المكرمه. الجمهور كان ممتلئ في مدينه الملك فهد الرياضيه في الطائف. هذا يعطيك مؤشر عن كثافة وعن قوة قاعدة جماهيرية النادي الأهلي المصري في السعودية. طب وبالنسبة للزمالك ما كان موجود في البطولة العربية؟ كان موجود بس على استحياء للأمانة، لم أرى يعني جمهور النادي الزمالك بالكثافة اللي موجود فيها النادي الأهلي المصري في السعودية. هل الحكام بتجامل النصر والهلال في الدوري السعودي؟ إلى حد ما.